السلام عليكم لا فامي، كنتمنى تكونوا كاملين بخير. هاي ماما، ماما سلمي عليهم. المهم راه ماما عيانة شوية، دابا راه غدا بها عند الطبيب ان شاء الله يا ربي، فبغيتكم كاملين تدعوا معاها. تقولوا لي امي كتي في مراكش كيفاش صبحتي في كازا، ملي كيعيطوا لك يقولوا لكم مخ مريضة، ما كانش عارفش براسي حتى كنكون في كازا. واخا الخدمة واخا كلشي جيت على حبل ماما، ودابا غادي ان شاء الله للطبيب. فخليكم معنا ان شاء الله يكون غير الخير ياك ماما، تكون معايا سمع الخير ان شاء الله يا ربي تسمع الخير. خليكم معنا. مرحبا بي، حنا وصلنا للريزيدونس ديال الطبيب ديال ماما اللي متبعه معاها اكثر من 20 عام. المهم دابا حنا غاديين عندو العياده طالعين. ماما مخلوعه ولكن ما يكون الخير ان شاء الله ياك حليم. يلا خليكم معنا، باي. ماما ما تشدك لا خلعه لا والو، ايمانك بالله خاص يكون قوي. قلت لك تشدك لا خلعه لا والو، درت لك كثير بقى لي عذابات تي ولفت راسي. شوف ديما الكوراج، ديما ديما الكوراج ديما. يلا تلقى لي شي ابتسامة عريضة، ما ديريش لي يدك ديال بلعان. انا دخلت غير للطواليت باش نصبر روحي، فريمون ما مبين في هذاك لا فاتيك وين في هذاك ستريس، وديال انها كانت عندها شي حاجه. ماما طبعا قال لنا ما خاصهاش تعصب، وثاني حاجه ما خاصهاش شي حاجه اللي تعصبها. ماما من داك النوع اللي كتشوفها في فيلم كتعصب معاه، كتقولي لا حمرت ابوك، لا ما خاصكش تضربو، لا كتعيش مع الفيلم. يعني ردوا البال لراسكم، ما تبقاوش تعصبوا. ف كي غادي نقول لك حياتنا مهدده، خصوصا في هذا الوقت هذا، ولات اي حاجه كضرنا. فردوا البال لراسكم. ونعم اختي هي راه خايفه على ماما ولا لا؟ خايفين على ماما بزاف دابا. يلا خرجنا عند الطبيب، قال ما خاصهاش تبقى تعصب، ما خاصهاش تبقى زعما كاين ترهق راسها بزاف. ف ديتهم ياكلوا حاجه الجوع، خاصها تشرب ضروري الدواء. عاد مشى شرب لها الدواء وندخلوا للدار. مامي خاصك تاكلي باش تشربي الدواء. انا يلا كي دخلت للدار درت هاد الدره على راسي كيف ما شفتوا، ماشي حيت دواس ولا شي حاجه، غير حيت باغا نشقى. غادي نغسل شي دجاج، مشيت تقديت غادي نمشي نغسل الدجاج ونمارينيه، والخضره تنغدا ونقيها نوريكم شنو باغا. عندي واحد العراضه غدا غادي تلقاوها في ان شاء الله كيفاش غادي نطيب داكشي، تلقاو في اليوم ولا في الفيديو الجاي اللي بغيتو. ان شاء الله غدا نماريني الدجاج، نغسلو ونمارينيه ونقي الخضره وداكشي اللي باغا انا، داكشي اللي غادي نخدم به. وان شاء الله غادي نشرح لكم شنو قال لينا الطبيب والدواء، علاش خرج ماما الدواء، وشنو شي حوايج ما نقدرش نقولهم لكم انا قدامها، غادي نقولهم لكم بيني وبينكم بيني وبينكم، حيت ماما ما كتفرجش في اليوتيوب الا لو وراتها اختي ولا هذا، وانا وصلت اختي باش ما توريهاش. فخليكم معايا انا نغسل الدجاج حيت غدا جايين عندنا الناس، وبغيت ندير عراضه، ماشي عراضه ولكن جايين عندنا الناس غادي خاصك طيبي لهم، جايين عندك الناس خاصك تكبري بهم، الناس ديال الذوق والصواب وداكشي راكم عارفين. المهم جينا عندنا الناس خاصني نطيب لهم، فانا جبت تقديه، تقديت الدجاج، تقديت باش نصوب سلطة غويال. فان شاء الله ان شاء الله ضراتني ايديا، فان شاء الله غادي نوريكم كيفاش غادي نطيب، سواء في هذا الفيديو سواء في الفيديو الاخر، وما كرهتش نكون غير هذا الفيديو، غنوريكم شنو غادي نطيب لهم وشنو السلطة اللي غادي نوجد بكل تطب يعني المستحضرات كاملين. غير ما غاديش نوريكم خوالي وخالي وولاد خالي الاخر اللي مات الله يرحمه، ولاد خالي هذا، فهاداك الشيء العائله كنبغي نخليها بعيده باش يبقى شويه ديال الاحترام. يويلي يلا شفت الفيديو، شفت راسي كنبان في الجاجه، اتاسف على هذا المنظر، صافي نحاول نضرقو بشي مونيكا ولا شي حاجه باش كيبقى شويه الاحترام وداك الشيء. المهم انا غادي نسالي هاد الشغل ديال الدار وغادي نبرك ان شاء الله، وغادي نوريكم كي غادي نقول لكم كل شيء كي دازت عندي هاد النهار.
فخليكم معايا. المهم هنا كيف ما كتشوفوا درت زعفران ثومه حامض مصيان فرتت يعني هشيته حيت غير البابة ديالو. هذه البزار، هذه القرفة، هذه سكينجبير، هذه الملحة، وهذا الزعفران شعرة، وهذا السمنت. فغادي نديرو هادشي كامل هنايا. وانا ديجا غسلت الدجاج وتقبتو، ف مع كاس ديال الماء على هاد الشكل، وغنبقى نحرك الحاجة مزيان. دابا من بعد ما ماريني الدجاج ديالي فغادي ندير ليه السلوفان كيف ما غتشوفوا. وغادي نخشيه في الثلاجه ان شاء الله باش اهم حاجه هي تقبوا الدجاج ديالكم، تقبوه مزيان بالقطيب باش يدخلوا العطريه. المهم دابا انا نخشيه في الثلاجه ان شاء الله حتى الغدا في حتى الخمسه ولا هذا حيت عرض عليهم العشاء، عاد غادي نديرهم طيب حتى الخمسه حيت الدجاج دغيا كيطيب. سو حبابي انا يلا كيدي ماكياج وجهي هانتوما كيف ما كتشوفوا دي ماكياج وجهي ادغاطيتو بكريم ادغاطون على باز دو سيترون ياك دو سيترون. ف اليوم كان عندي يوم مرهق بزاف ومتعب، ولكن ماشي مشكل حيت فرحت ماما. اولا كنت البارح مسافره وجيت في الليل يعني عييت ما نعش مزيان. ثانيا ديت ماما للطبيب و هاد سمحوا لي كان تليفوني غادي يطيح داكشي علاش. المهم ديت ماما للطبيب وكان مشكل ديال الطاكسيات، ها واحد كان مشكل ديال الطاكسيات علاش لقينا طاكسي دغيا من حدانا، مي ملي خرجنا من عند الطبيب خرجنا مع ثلاثه من عند الطبيب ما ركبنا حتى الخمسة ونص، وحنا كنتسناو غير في طاكسي احمر يعني ماشي طاكسي بيض، كنتسناو غير في طاكسي احمر يدوز وما عندنا حتى شي مويان دو ترونسبور كيجيب حدانا. فملي قررنا باش نمشيو ندوزو ندوز انا وماما لا جورني اونصومبل، فقلت لها علاش لا نمشي نغديهم في شي بلاصه حيت ماما ديجا خاصها تكون ديك الساعه خاصها تشرب الدواء. مشينا للكاي اف سي في دو مارس، خرجنا من دو مارس مع شي 6 وربع بحال هكاك ما ركبناش ل 7، يعني هادشي راه حشومه. المهم ركبنا وصلنا الحمد لله وصلنا للدار، خديت ماما الدواء ها هو لينا ماما الدواء خرج ليها واحد ديال لو ستريس واحد ديال المعده باش ما يضرهاش الدواء في المعده باش ما يضرهاش الدواء في المعده، وخرج ليها هذا ديال الاعصاب باش تولي تنعس، هذا ديال الاعصاب، وخرج ليه هذا باش تولي تشربو وما يديرش لها لو ستريس. ما يديرش لها لو ستريس، هادشي اللي قال لي هذا باش يحيد لها لو ستريس وباش ما راسها ما يبقاش يضرها الالم والالتهاب. ف قال لها الا ما وليتيش صافا من هنايا نهار اثنين رجعي عندي وان شاء الله هادشي اللي غادي ندير الا ما ولات صافا من نهار اثنين، حيت ماما حاجهكم كانت كترد وكان راسها كيضرها بزاف، وملي كتخرج من الحمام فمها هذا تعوج ليها وعين تجهرب ليها، فخفت يكون تيما ورجع ليها ويطلب مني نديرو عاوتاني لوبيراسيون. فما غاداش الحمد لله لحسن الحظ ديالنا ما غاداش دير العمليه، غير كتعصب شويه ماما من داك النوع اللي كتبقى متبعه فيلم وقدر على قبل فيلم تعصب على قبل واحد الشخصيات تولي معصبه، يعني كتبقى متبعه مسلسلات كتعصب على وديتهم ولا شافت حاجه بسيطه يعني ما يساش الواحد يتعصب عليها فكتعصب، وهاد العصب وردت انا منها. المهم دابا صافي الحمد لله، المهم الحمد لله غير ملي ولات بخير
وبركة حدانا وغنبقاو نشوفوها. هذه الدنيا ما فيها. فانا ملي جيت خالي بغى يجي غدا يشوف ماما هو ولاد خالي الاخر اللي مات الله يرحمه. فانا قلت علاش ما نديرش لهم شي شيوا اللي نجمعوا فيها ونضحكوا حتى هي تقدر يمكن ملي تشوف ولاد خوتها حداها وخوها حداها وعيالات خوتها يمكن تبدل النفسيه ديالها والوضعيه ديالها. فان شاء الله غدا نوريكم كيفاش غادي نطيب داكشي وكيفاش غادي نبريزونتي. وغير العائله ما نقدرش نبينها لكم دابا وريتكم حتى كيفاش صاوبتو. مهم حبابي ولا عليكم من ديك البلاصه. فاحنا كنصبنو اختي كتصبن يعني كنخليوش ماما تشقى اختي كتصبن وانا غنطيب هذا سلوم. فملي اختي كتبغي تصبن وانا غنطيب فكنحاولوا البطل هادشي. فمهم انا خدت ديك القبيله كبيره تكون متيسه متيسه سمحولي نجيب بريكا غادي نديرو هادشي. هادشي سميتو البصلة وغنديرو الزيت جاهز نص كاس ديال الزيت. نخلي داكشي يتشحر مزيان. الثلاجة تخلعت كنت حابو غيطيه غينهز الدجاجة بهاد الطريقة وغنحط عليه جيت السلام. واش بان الصاط خاصه لقيتي خصك تصبر من ديك الجبن غنضرب لك شي مونيك شي العجوه متاكده عادي. انا تنعرف ديك الجبن فغادي نشللها شويه حتى ديال الخامه نشللها شويه بشويه الماء بشي نص كاس ديال الماء ونعاود نخويا ونغطي لكم الجرة ديالي. فخليكم معنا. المهم حبابي انا صوبت هاد لي طارت على لا ديغنيغ مينوت ما كنتش معوله باش نصورهم باش نصوبهم ولكن ما صورتهمش للاسف. اما بالنسبه للصالات ديالي فكانت على هذا الشكل. ما كاينش اللي ما كيعرفش يصوبها المره الجايه نقدر ندير لكم لا غوسيل ديالها فكتجي لذيذه ونوريكم حتى لي صوص كيفاش كنصوبهم. فبالنسبه للدجاج فكان على هذا الشكل مدغمر وبنين الصراحه والديسير استفشوا بهذه الطريقه. ماما نعم فرحتي ملي شفتي خوك ولادو ولاد خويا ولاد خالي الله يرحمه. صحيت صحيت صحيتي صحيت احسن حاجه درتي جمعتهم لك ياك جمعتهم ليا ما نموتش اختي. لا 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 ما تموتيش باقي الله يطول لك عمرك. خلاتني كلشي ولدي كيقول لي نورتي كلشي كيقول لي وليتي بخير حيت شفت خوتي دابا الطاقه عاوتاني صحه. عرفتي طلعت لك واحد الغوزيه انت صح شوفوا الزنيقه شوف شوفوا الزين اللي من عطاه الله شوفوا النواره ديال الدار بلا ميك اب بلا والو ومريضه وحالتي حاله الله يطولنا في عمرك ربي امين والله يرضي على امي دارت هاد السوربريز بما نحس بها. ربي مويتي ايوا امك قالت لي ماما غنعيط لخوك ووليداته ووليدات خوك الله يرحمه باش تكون تشافي لينا البارح باش تفرحي فرحات ودارت هادشي
ودارت تبرت وجمعاتهم والله يجمع شماله الله يرضي عليها الله يفرجها برضه يقطع برضه امين اكو بيدي ديالي الله يسر لها الله يسر لها ولكن احسن مفاجاه هي جات من مراكش بلا من ابا ما تقولي هذه جات بنتي مريضه وجدتي عند الطبيب ياك احسن مفاجاه هي لا ماشي على الطبيب فاش قلتيها ليا الدواء لا ماشي على هادشي ماشي من الدواء ما تقوليش انا احسن مفاجاه هي جات وقفت عليك ماكش منتظره بان غتجي قلت لك انا مريضه وكي على انا شحال قدي من حالي ايه بحرتك وحيده وطمس وتريح اختي رجع موت عليك انت تزوق علي شي حاجه لو وقعت لك احد الله يحفظ متبقاش تقولوا ماما انا راه شوفي غنقول لك هذيك هذاك هي نموت انا الاول قلت لي عاودوا بي نتصطق انا ما كنعلموش بالغيب ولكن عندي احساس انا نموت عاودوا بي لا مش طراجي صبر ربي جات من عند الله مرحبا لا 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 يلا حبي ندعي معاهم يمسي الله يفرج عليكم والله يسهل لكم وليداتي وبنياتي الله يرضي عليكم والعيات لي فلاج ديالي تا هما هي الله يخليهم تحنا ماشي واخا شرفات من بخير حنا حنا راه هما القدوه ديال هاد البلاد واخا شرفات حنا هما المنتج حنا هما الشركات هما المنتوج كون كوا انت انا الله يخلي صحباتي خواتاتي وحباباتي الله يحفظ امتي محمد كامله وحتى وليداتنا هادشي كنتمنى امين الله يفاجع له كل واحد واللي عنده شي مهمته الله يخليها ليه والله يخلي مهمتو يخلي لي با حنينه وتنطلب من العيات هما يطلبوا الرضا لوليداتهم والله يخلي لوليداتهم وحياه بلا وليدات راه ماشي حياه الحمد لله ماشي حياه راه ماشي حياه المهم ماما نسدو هاد الفيديو ملي سونسيل مول الوليدات وكتحس تسمع ديك كلمه مامي با ماما كتحسي براسك انك راك عندك المهم كاين لوليداتك الحمد لله الحمد لله ربي كبير يلا دابا غادي نقول لكم صباح على خير كنموت عليكم هاد الفلوكات نحطو لكم غدا نحاول يا ربي امين مهم كنبغيكم